هدى اللي صار وعد اللي كان ملكش حق مالكش حق تلوم عليا. اهو ده اللي صار، واحدة من اشهر الاغاني الوطنية في مصر، اتنافس على غناها مغنيين كتير جدا، ومن ابرز المغنيين دول كانت فيروز. الاغنية دي من الحان سيد درويش، وهي من اشهر الطقطقات اللي هو عملها. في رأي بيقول ان اللي كتبها يونس القاضي، وفي رأي تاني بيقول انه بديع خيري. اول مطرب سجلها بصوته كان عبد اللطيف البنا سنة 1919، وبعديها غناها حامد مرسي وهو كان تلميذ سيد درويش، وبيقولوا انه لحد دلوقتي هو احسن واحد غناها. وقصة الأغنية دي كانت بتدعم سعد زغلول ساعة ثورة 1919، وكانت بتوصف حال البلد في الوقت ده، وده ظهر قوي في جملة يا مصر يا أم العجايب سعدك أصيل والخصم عيل. وفي النسخة الحديثة اتغيرت كلمة سعدك أصيل لشعبك أصيل. أما عن جملة تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلدنا ما هوش في إيدنا، دي كانت ليها قصة تانية خالص. فاكرين يونس القاضي اللي كان فيه رأي بيقول ان هو كتب الأغنية دي؟ كان راجل أزهري، وكان دايما متعود يلبس اللبس الأزهري، وكان معروف عنه انه من اكتر الناس اللي بتحارب الاحتلال الانجليزي، والاحتلال الانجليزي قبضوا عليه، والمفتش اللي كان بيحقق معاه قال له جمله اثرت فيه جدا، قال له لما تعرف تبقى تصنع الجبه والقفطان اللي انت لابسهم دول ابقى فكر ان انت تخرجنا من البلد. فرد عليه يونس القاضي وقال له تلوم عليا ازاي في عدم قدرتي على التصنيع وخير البلد ما هوش ليها. والجمله دي اكتر جمله اثرت فيه واثرت على كل اعماله الفنيه اللي بعد كده. يلا بينا بقى نسمع الاغنيه. اهو ده اللي صار وعد اللي كان ملكش حق ملكش حق تلوم علي تلوم علي ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ماهوش بإيدنا. قول لي عن أشياء تفيدنا وبعدها تلوم عليا أهو ده اللي صار وعد اللي كان ملكش حق ملكش حق تلوم عليا مصر يا أم العجائب سعدك أصيل والخصم عايد خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضية أهو ده اللي صار ملكش حق ملكش حق تلوم عليا. ودي كانت قصة النهاردة، وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير. صوتي ضايع، ده انا رياكشناتي ضايعة. صباح الفل. اما بالنسبة لجملة تلوم عليا ازاي يا سيدنا شعبك اصيل ماهوش بايدنا، تمام، مش هتعرف مذاكرة مكتوبة صح؟ والاحتلال الانجليزي قبضوا عليه، والمفتش اللي كان بيحقق معاه قالت له خلاص والله هجيبها المره دي، والله دي اخر مره. والاحتلال الانجليزي قبضوا عليه، لا هي في مشكله في لساني مش في الجمله.